وعلى خطى طه مشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، ويا مصبر أيوب صبرنا، ويا مؤتي لقمان الحكمة آتنا الحكمة وفصل الخطاب. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سمعنا بداية الهداية. بسم الله الرحمن الرحيم. آداب الصيام إذن آداب زكفونغا لا ينبغي هيتكتني أن تختصر كفو بليز على صوم رمضان جوية كفونغا مزوى رمضان فتتروك بس يكاتش بيشارة بالنوافل والسنة وكسب الدرجات العالية نكتم درجة سجو في الفراديس كتك ببوزة فردوس فتتعصر بس يكيوتا إذا نظرت زموك ينغلي إلى الصائمين كوين يكفونغا كما تنظر كما نبوانغلي إلى الكوكب الدري وهم في على إدينا وقتك جو يجو زايدي والأيام الفاضلة نمسك مبورة التي أمر قام شهدت الأخبار زمجود عديد بفضلها قبر وك وشرفها نوتكف وك وبجزالة الثواب نقض ثواب في صيامها كتك كزفك وك يوم عرفة نسيكو عرفة لغير الحجاج كوسكو ونكول يوم عاشوراء نسيكو عاشوراء والعشر الأول نمكم يا كوانزا من ذي الحجة كتوكما نمجو ذو الحجة والعشر الأول نسيكم يا كوانزا من المحرم كتوكما نمجو محرم ورجب نرجب وشعبان نشعبان وصوم الأشهر الحرم نقوكم من الفضائل كتغمانهم وهي نايو ذو القادة ذو القادة وذو الحجة ذو الحجة والمحرمون محرم ورجب نرجب واحد مجا فرد مبهيكا وثلاثة نمجات سرد مفوتان وهذه نهي في سنة كتك ماك وأما في الشهر نعم كتك فأول الشهر بس منزو أموزي وأوسطه هنا كتك تياكي وآخره هنا مشوار والأيام البيض نمسك مهوب وهي نايو الثالث عشرة نتركم من الجاتو والرابع عشرة نتركم من هن والخامس عشرة نتركم من هن وأما في الأسبوع نعم كتك مهوي فيوم الاثنين بس سيكو يا جمعة جاتو الخميس نال الخميس والجمعة نال الجمعة فتكفر بس وفتوى ذنوب الأسبوع ما ذنب يا ويكي بصوم الاثنين وكفوك سيكو يا جمعة جاتو والخميس نال الخميس والجمعة نال الجمعة وذنوب الشهر ما ذنب يا مزي تكفر وفتوى باليوم وكفوك من الشهر كتوك مانا مزي واليوم الأوسط نسيك يا كتكاتي واليوم الآخر نسيك يا مجد والأيام البيض نمسيك نوب وتكفرون وفتوى ذنوب السنة مذنب يا موكا لصيام هذه الأيام وكفوها نسيك والأشهر المذكورة نزل وتاج. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تظن ولو صدنيه إذا صمت زام وكفونغا أن الصوم كو صوم هو ترك الطعام نكو تشاكولا والشراب نكنواجي والوقاع نكو انجليا فقط تو فقد قال حقيقة مسيما متومي صلى الله عليه وآله وسلم كم من صائم نوانغابي ونكفونغا ليس له هانا يي من صيامه kutokana na somo yake illa aljuu
isipokuwa ndaa wala atashu na kiu bal tamamu siyami bal kutimia swaumu bikaffil jawarihi ni kwa kuvizuia viungo kulli havyote amma na kile ambacho yakrahu Allah ta'ala yuakichukia Mwenyezi Mungu aliyetukuka bal yambaghi bal yatakikana antahfadha al'aina ulihifadhi jicho ani nadhari na kuangalia ila almakarihi kwa mambo yenye kuchukiza walisana uhifadhi ulimi ani nutqi na kutamka bima la yaanika kwa kisichokuhusu waludhuna na ulihifadhi sikio ani listimai na kusikiliza ila ma kwa kile ambacho haramallahu ameharamisha Mwenyezi Mungu fa innal mustami'a hakika mwenye kusikiliza sharikul qaili ni mshirika wa mwenye kusema wa huwa na yeye ahadul mughtabaini ni mmoja ya wenye kusengenya wawili wakadhalika namna hiyo hiyo takufu uzuie jamia aljawarihi viungo vyote kama takufu albatna kama unavolizuia tumbo walfarja na tupu ففي الخبر كتك حديثي خمس مambo matano يفطرنا الصائمه هم فنغوزه من يكفونغا الكذب urongo والغيبه na kwamba والنميمه na kutongeleza والنظر بشهوه na kuangalia kwa matamanio واليمين الكاذبه na yamini la urongo وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما hakika si jambo jingine asawmu sawmu junnatun nikinga fa idha kana ahadukum sa'iman zama akiwa mmoja wenu ni mwenye kufunga fala yarfuth asizungumze upuuzi wala yafsuq wala asifanye ufasiki wala yajhal wala asifanye ujinga fa inimruun qatalahu ikiwa mtu amempiga vita yeye au shatamahu au ametukana na yeye faliyakul aseme inni hakika yangu mimi swaimun ni mwenye kufunga thumma ijtahid kisha jitahidi antuftira ufungue ala tuamin halalin juu ya chakula halali wala tastakthir wala usifanye wingi fatazida ukazidisha ala ma juu ya kile ambacho taakuluhu wa kila kulla lailatin kila usiku لأجل صيامك وأجل صومك فلا فرق هبنا جنس يتفاوت إذا استوفيت زامك كمليشا ما كلي أمباتشو تعتاده وتعتاد وكزوية أن تأكله أكيل دفعة مرموجة أو دفعتين أو مرمبيل وإنما حقيقة سجنبو جنجيني المقصود مكسوديو كسر شهوتك ni kuvunja matamanio yako wa tadhifu quwwatika na kuifanya dhaifu nguvu yako litakuwa ili upate nguvu biha kwa kwayo ala taqwa juu ya kumcha Mwenyezi Mungu fa idha akalta zama ukila aisha mafataka maisha ya kile kilichokufutu faqad tadarakta hakika umetadaraki bihi kwayo ma fataka kilichokufutu fala faida ta hapana jinsi ya faida min saumika kutoka na kufunga kwako waqad faqulat alayka na hakika imekuwa uzito juu yako maida tuka maida yako wa ma min wi'ain na hakuna chombo chochote abghadha kinachochukiza zaidi ila llahi kwa Mwenyezi Mungu min batnin kuliko tumbo mulia limejazwa min halalin kutoka na halali fakaifa vipi idha kana zama ikiwa min haramin ni kutokamana na haramu bismillahir rahmanir rahim wala tadhunna wala usidhanie idha sumta zama ukifunga anna sawma kuwa sawmu huwa tarku at-taami wash-sharabi ni kuwa chakula na kunwa walwiqai na kuundama faqad qala sallallahu alayhi wasallam kam min swaimin ni wangati wenye kufunga
ليس له هانا يي من صيامه كتوكن صومو yake الا الجوع والعطش اسبوكو عندنا كيو بل تمام الصيام بل كتيميا صوم بكف الجوارح نيكو فيزويا فيونغو كل هافيوتي عما نيالي امبايو يكره الله تعالى يواتشوكيا مونيز مونغو علي تكوكا بل ينبغي بل يتكيكانا ان تحفظ العين ولحفاظ جيشو عن النظر نكو انغاليا الى المكاره كمامو يليو كيرهشوا واللسانا اي ينبغي ان تحفظ اللسانا واللسانا نوليمي عن النطق نكتمك بما وكيلي امباتشو لا يعنيك هاكي كهوسو والأذنا نقول حفاظ سكيو عن الاستماع نقول سكيليز إلى ما حرم الله فإن المستمع حقيقة من يكسكيليز شريك القائل نمشريك من يكسيما وهو نمون يكسكيليز أحد المغتابين نموجا ون يكسنجن يوويل وكذلك نمنا هيو هيو تكف أزوية جميع الجوارح في ينغفيوت كما تكف البطن كامو نفولزويل يتومب والفرج نتوب ففي الخبر كتك حديثي خمس مامو متانو يفطرن الصائم هم فنغوز من يكفونغ الكذب والغيبة والنميمة والنظر بشهوة واليمين الكاذبة نيمين ينيني أورونغو وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الصوم حقيقة سجنبو جنجين الصوم جنة نكينغا فإذا كان أحدكم صائما زما كيوا مجاوين من يكفونغا فلا يرفث أسيزنغم زمن نومتاف ولا يفسق ولا سفاني فاسق ولا يجهل ولا سفاني جينغا فإن امرؤ قاتله إكيوا متوا تبقان يي أو شاتمه أو أتكان يي فليقول أسيم إني حكيكان قميمي صائم ثم كيش اجتجد تهيدي أن تفتر أفنغوه أفطور على طعام حلال جوا شكولة حلال ولا تستكثر ولا أسفن وينجي فتزيد وكزيدش على ما جوا يكيل ينباتشو تأكله وكيل كل ليلة كل أسيك لأجل صيامك وأجل يسومياك إن وقت أفطور usifuturu mpaka ukavuka mipaka. Sasa yes, kuna wale watu ambao akifuturu hufuturu mpaka kumwambia sutarawe hawezi tena. Mtu afuturu mpaka anlala tumbo liko juu juu, alipiza breakfast, lunch na dinner. Sasa mashehe usifanye hivyo. Wa asema fala farka, hapana jinsi ya tofauti. إذا استوفيت زموك كمليشا ما تعتادو نشكزوية أن تأكله أكيله دفعة مرموجة أو دفعتين. وإنما المقصود حقيقة سجنبو جنجين لنيكو كسوديوا كسر شهوتك نكو يفوند ما تمنيو يكو وتضعيف قوتك نكو يفني ضعيف إلي نغوفو يكو لتقوى إلي وبتنغوفو بها كوايو على التقوى جوه يكون شمونيز مونغو لتقوى بها على التقوى غالوغة كرب لتقوى بها على التقوى سنه إليو باتنغوفو على التقوى بها كوهيو على التقوى جوه يكون شناني مونيز مونغو. فإذا أكلت زمو كيلا عايشة ما فاتك ما إيشة كيلا أمباشو كي مكفوتو فقد تداركت حكيكو متداراكي به كوهيو ما فاتك كلشكفوتو فلا فائدة هبانا جنس يفايدة من صومك. وقد ثقلت عليك نحكيك يمكو مزيتو جوياكو معدتك معدياكو معدة نيلة إنو سقا شكولا. وما من وعاء هكونا چومبو چوتي أبغض إلى الله كينا چوكيزا زايدو كمونيا يزمونغو من بطنين كوليكو چومبو مولئة للجازوة من حلال كتوكن حلالي فكيف ذيبي إذا كان زميكي ومن حرام كتوكن حرام. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
والحمد لله رب العالمين. ربنا انفعنا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم.